يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله رؤية الهلال واحد ضارب واحد لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه الطريقة الأولى أن نرى الهلال. نعم. والمستحب قوله شهر رمضان. نعم. كما قال الله تعالى. نعم. ولا يكره قول رمضان. نعم. فإن لم يرى الهلال. هذه الصورة الثانية، إذا لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين، صحو ليلة الثلاثين ضعوا اثنين. نعم. أكمل اقرأ. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. طيب هنا عندنا مسألتان، مسألة الأولى إنه رمضان يثبت بطريقتين، إما أن نرى الهلال وإما أن نكمل شعبان ثلاثين يوم، هذا أمر. طيب اليوم الثلاثين من شعبان إذا كان الجو صحو فهذا يسمى يوم الشك ويكره صومه، طبعا خلاف اليوم الشك عند الشافعية. طيب أكمل يا شيخ. وإن حال دونه أي دونه الحالة الثالثة، الصورة الثالثة، وهي إذا كان يوم ليلة الثلاثين من شعبان كان غيم، حال دون رؤية الهلال كان غيم أو غبار. إذا ثلاثة صور عندنا، صورتان لا إشكال فيها، والإشكال في الصورة الثالثة الآن التي سنقرأها. إذا رأينا الهلال خلاص ثبت رمضان، إذا كان الجو صحو وما في غيم ولا غبرة ولا كذا ولم نرى الهلال فنكمل شعبان ثلاثين يوم ثم نصوم، يدخل رمضان، يثبت رمضان. الحالة الثالثة مختلف فيها، إذا كان لم نرى الهلال وكان غيم فلم نرى الهلال، أو كان غبار فلم نرى الهلال بهذا السبب. فالآن انتبهوا لما نقرأ، اقرأ الآن. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، قتر يعني غبرة، نعم، بالتحريك أي غبرة، وكذا دخان، فظاهر هذه إيش حكمها الآن؟ إذا كان في غيم إيش نسوي؟ المشهور المعروف أنه ما يصام ولا لا؟ هذه مسألة، مسألة خلاف، الخلاف حتى داخل المذهب خلاف وبين العلماء خلاف. المعتمد في المذهب أنه يجب صومه، المعتمد في المذهب يجب صومه، وهناك رواية أخرى وعنه لا يجب صومه بل يباح صومه، إذا الرواية الثانية يباح صومه، وهناك رواية ثالثة وهو أنه ينهى عن صومه. وهذه الرواية الثالثة لرواية النهي عن صومه مختلف في تفسير النهي عن الإمام أحمد، فقيل بالكراهة، كراهة الصوم، وقيل بالتحريم، معناه خرجنا بكم قول، يجب صومه، يباح صومه، يكره صومه، يحرم صومه. أي الروايات الأربع هذه المعتمدة في مذهب أحمد؟ الرواية الأولى اللي هي الوجوب، يجب صومه. الآن سيذكر المصنف دليل هذه المسألة. قال فظاهر المذهب يجب صومه، يجب صومه، قلنا طيب فظاهر المذهب قال إيش؟ يجب صومه، اكتبوا عندها وعنه لا يجب صومه بل يباح، وعنه لا يجب صومه بل يباح، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وتقي الدين وصاحب الفروع وصاحب الإقناع الحجاوي، و رواية أخرى خامسة تعتبر وعنه ينهى عن صومه، فقيل بالكراهة فقيل يكره يعني وقيل يحرم، وعنه الناس تبع للإمام. طيب أكمل يا شيخ. فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا. نعم، إذن وجوب الصوم احتياط فقط بنية رمضان. طيب قال في الإنصاف وهو المرصاف الإنصاف للمرداوي، قال وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى كلام الإنصاف. وهذا قول عمر وابنه، أو قول عمر وابنه،
وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث ما انتهى. يا ليت عند قول عليه الصلاة والسلام إنما الشهر، افتحوا معكوفة، لأنه من هنا بدأ الحديث. طيب، قال فاقدروا له. قال نافع، ترى هذا الدليل، نعم الدليل في تفسير فاقدروا له. قال نافع، أكمل يا شيخ كلام نافع. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤية فذاك وإلا. هذه الصورة الأولى، إذا رؤية فذاك. طيب، حطوا عند إن رؤية فذاك ألف، طبعا هذه في الرواية في الحديث. طيب أكمل. وإن لم يرى ولم يحل دون منظره، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر، ولم يحل ألف باء، أصبحت باء الصورة الثانية. أيوه، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب، هذا جيم الحالة الثالثة اللي هي معنا الآن. أيوة، أكمل الآن، اقرأ. وإن حال دون منظره، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. أغلب المعكوف الآن، والحديث في الصحيح. طيب أكمل الآن. ومعنى أقدر له أي ضيقوا. أيوة، بأن يجعل شعبان 29. نعم، وقد فسره ابن عمر بفعله. نعم، وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. نعم، فيجب الرجوع إلى تفسيره. هذه حجة من قال بإيش؟ بأنه يجب صومه، هو فعل ابن عمر راوي الحديث الذي فسره. وطبعا حجة الذي يقول بالمنع أنه لا يصوم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، الرواية هذه الثانية. واضح هذا؟ لكن لو ما كان عندنا، يعني هنا مسألة أصولية الآن، لو ما كان عندنا حديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يصير هذه الحجة يعني جيدة ولا لا؟ كافية ولا لا؟